وينضم إلينا الأستاذ رائد خضر وهو رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. مرحبا بك رائد. الربع الأول واضح أنه حمل الكثير من بيانات السلبية يعني تحملها فيما يتعلق بتأثيرات كورونا. هل يعني بالنسبة لهذه التعاملات هل برأيك إلى حد ما الأسواق قد وصلت إلى نوع من القاع؟ هل استوعبت كل الإجراءات أو السلبيات بالنسبة للفيروس؟ يعني بلا شك نحن نتحدث عن أزمة عالمية أثرت على كل مفاصل الحياة إجمالاً، المفاصل الإنسانية. لا يوجد قطاع في من القطاعات الاقتصادية حول العالم لم يتأثر بهذه الأزمة حتى الآن، وقادها فعلاً لأداء مستويات متدنية تكاد تكون هي الأدنى في 10 أعوام وسطي لكل الأسواق المالية العالمية، في حين الأنظار تتجه إلى هل يوجد خيعان. طبعا الأمر نسبي وبشكل كبير حسب القطاعات المتضررة في الفترة الحالية. بعض القطاعات قد تشهد مزيد من التراجعات، على رأسها قطاعات الطاقة التي طالما لا يوجد لدينا تصنيع ولا طالما لا يوجد لدينا حل يعني لقاح لهذا الفيروس، والانتشار لا يزال مستمر، وأعداد الوفيات وعمليات الإغلاق، بالتالي سلاسل الإمداد المقطوعة والضغط على قطاع الطاقة وقف قطاع الطيران، هذه لم تشهد بعد القاع الأدنى بعد، وبالتالي نحن من المتوقع أن تضغط أكثر بالاتجاه الهابط. للأسف الشديد هذا هو الواقع، على الرغم من كل التطمينات، ولكن يعني نتحدث عن آلية الإنتاج والخروج من الأزمة. طالما نحن لا نزال نشعر بالأزمة ولا نزال نشعر بالانتشار ولا يزال يوجد هناك الحجر والانقطاع والعمل وتوقف عمل المصانع والشركات الطيران، فإذا يوجد هناك بعض القطاعات، في حين هناك قطاعات أخرى تحاول التعافي والتوقف عند هذا القاع الذي وصلت إليه والعودة للاتجاه الصاعد. أيضا هناك تأثر بلا شك بالأوت بريك تبع الفيروس، وأيضا عملية التوقف لكل مفاصل الاقتصاد العالمي حقيقة متأثرة بهذه القطاعات. تتحدث عن قطاعات الأغذية، قطاعات الطاقة، ممكن أنه تكون هذه هي قيعان حاليا. نعم، أشكرك أستاذ رائد خضر. عفوا، قبل أن نشكرك لنتحدث قليلا عن الذهب. الذهب برأيك لماذا تصرف بهذا الشكل؟ يعني لم يذهب أيضا لارتفاعات قياسية، ولو أنه في بعض الجلسات من الربع الأول كان قد حقق أرقام قوية، ولكن الإغلاقات وكيف أيضا وضع الذهب خلال الربع؟ يعني الذهب كان أداؤه يعني بصراحة نوعا ما متخبط بشكل كبير، بنتيجة أنه كان في عندنا كميات تسييل كبيرة للذهب لتغطية الخسائر التي حدثت في الأسواق، ومن ثم جاءت لدينا على القائمة يعني التداولات التي تحدث على الذهب، التداولات الإلكترونية التي تحدث على الذهب هي بالنهاية الأندرلاينج أسيت الخاص بها هو الذهب بحد ذاته بطريقة بشكل الفيزيائي وبشكله الملموس. عند توقف المناخ وعند توقف يعني مناطق التنقيب عن النفط بنتيجة الحجر الصحي وما إلى ذلك، يعني المعروض من الذهب بدأ بالتراجع، ولكن يعني العملية حساسة جدا. نشهد الآن أن الذهب ممكن أن يضغط عليه بالاتجاه الهابط في الوقت الحالي، لأنه حتى الآن أسعاره مرتفعة نسبيا، وبعض المشترين من المستويات المتدنية قد يجنون أرباح عند هذه المستويات لتغطية خسائر في قطاعات أخرى أو في استثمارات أخرى. وبلا شك نتحدث عن أسواق الأسهم إذا ما تعرضت لمزيد من الضغط، ولكن بشكل عام نحن نتحدث أنه الحد الأدنى للتراجعات قد يكون عند مستويات $1,450 للأونصة، ومن هناك تبدأ موجة بالاتجاه الصاعد، ولكن مرتبطة بشكل أساسي بانحسار الفيروس وانتشاره أو إيجاد لقاح. يعني لا معنى من ارتفاعات أسعار الذهب في الوقت الحالي بالاستفادة من عمليات التيسير النقدي التي تتم حول البنوك المركزية حول العالم إذا لم يكن هناك التوقف. يعني أنا لا نحتاج إلى الذهب حقيقة للتخزين إذا يوجد لا يزال يوجد أسوأ لدينا، ولكن مع الخروج من الأزمة الذهب سوف يصعد وبشكل حاد بنتيجة العمليات التيسيرية وانخفاض القوة الشرائية للعملات حول العالم وبرامج التيسير النقد الضخمة التي يتم اتباعها حاليا، والتي تولد مزيد من الجاذبية لارتفاعات في أسعار الذهب بالاتجاه الصاعد وعودة
إلى ما فوق مستويات الـ 1700 دولار للأونصة استهدافا لمستويات قد تصل إلى الـ 1900 دولار للأونصة. نعم، أشكرك رائد الخضر وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا على وجودك معنا.